السلام عليكم، شكرا للكلام الطيب اللي تخليه لي دايما في فيديوهات. شكرا كثيرا كثيرا، شارك معكم الروتين ديالي نتاع هاد الايام، فرجة ممتعة. Ha ha.
مشيت جمعت القرقع ولكن بصعوبه بزاف بزاف، ما نقدرش الا ما ديتش هذيك العربه نزيد فيها ما نقدرش صافي، لان صعيب بزاف عليا وما نقدرش. والحمد لله على كل حال، وجمعت اللي كان يطيح كل مره كيطيح شويه ما شاء الله تبارك الله. ها هي العربه هي اللي كنت مشى بها، الا ماشي هذه نتمشى بها ما نقدرش صافي، ولا بد نقبط فيها. وبقيت نجمع هذاك القرقع ما شاء الله تبارك الله، كل مره كيطيح شويه. هذه هي الشجره نتاع القرقع ما شاء الله تبارك الله. كان الوقت هذا الايام يومين تاع الشمس ما شاء الله تبارك الله. شكرا للمشاهدة، سلام. وين نسيت ما قل... ما قلت لكمش انا هاد الحرير هاد الحساء راه نتاع اليقطين، وهذا هو اللي كنت وجدته من قبل ما نمشي عند الدجاج، كعرف باش نعطي لهم الماء نعطي لهم هذاك. ومن بعد مشي جمعت القرقاع ودرت هذا حتى هاد الصلصه نتاع الكريفيت. خرج تبارك الله ما شاء الله بهذيك الصلصه اللي ندير لها، وغادي نقول لكم الوصفه والمقادير ان شاء الله في فيديو قادم. شكرا للمشاهده، سلام.